السلام عليكم شباب، أهلا وسهلا بكم في عائلة أكاديمية العطاء. وياكم أخوكم الدكتور سراج حيدر حسن الكلابي، خريج دفعة 22، كنت بمعدل 87 الخامس على كلية الطب. أتشرف وأكون سعيد وياكم. راح نشرح سوى المسكولوسكليتو سيستم، اللي هو الجهاز العضلي الهيكلي. مسكيلو معناها عضلة، وسكليتون معناها هيكلي، وسيستم سيستم يعني نظام، فالجهاز الهيكلي العضلي. شباب، الام اس كي او المسكولوسكليتون سيستم هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن اناتومي. يعني شنو عبارة عن اناتومي؟ يعني هو بوابة الطب. اي واحد هسه انتو تروحون لاي مكان تسألون عن الطب، راح يقول لكم بين قوسين تشريح. فالطب هو عبارة عن تشريح، لذلك احنا راح نكون سوى بضبط هاي المادة. شباب، احنا باكر عقبه اللي بيكم 50-60% راح يصيرون جراحين. حتى تصير جراح ممتاز، حتى تصير جراح بارع، يحتاج انه انت تكون اناتومست جود. جود سيرجن معناها جود اناتومست. فانتو حتى تصيرون جراحين ممتازين يحتاج انه تصيرون بالتشريح بصورة ممتازة، او تضبطون التشريح. فاهلا وسهلا بكم، ان شاء الله راح نكون سوا بشرح هاي المادة. شباب، بالنسبة لهذا الموديول يقولون عليه صعب. ابدا ما راح يكون عليه صعب، راح نبدي به من الالف ياء لحد ما نوصل الى اصعب نقطة به. كلهن راح نمشيهن خطوة بخطوة بخطوة لحد ما نضبطه تماما. يعني ان شاء الله بعد ما نكمل هذا الموديول سوا راح نقدر او نتمكن من انه نحصل كنا درجات متفوقة. راح نستخدم عدة طرق بالدراسة، نستخدم طريقة الذاكرة الصورية، طريقة الماب يعني الخريطة الذهنية، راح نستخدم الشباب، راح نستخدم التريكس، راح نستخدم النيمونيك، راح ذني كلهن نستخدمهن حتى نطلع بنتيجة حلوة. يلا شباب، خلي نبدي بالمسكولوسكليتو سيستم. شباب شوفوا، علم التشريح معناه اناتومي، هاي كلمة لاتينية بمعنى انه كاتينج. شنو يعني قطع؟ احنا نجيب الجثة شباب، نجيب الجثة، هاي الجثة نجيبها، شنو نسوي لها؟ نسوي قطع للسكين، للجلد. ايش راح نسوي؟ راح تطلع ما بعد الجلد، وهكذا الدور نسوي هيجي يطلع عنا الوريد والدور الشريان، وهكذا شباب. فالاناتومي هو كاتينج. فاحنا التشريح راح هو عباره عن كلمه، جاء مصطلح لاتيني جاي من كلمه شنو؟ كلمه كاتينج. تمام. التشريح شباب ينقسم الى قسمين، الجروس اناتومي يعني التشريح اللي نشوفه بالعين المجرده. ان شاء الله كلكم راح تروحون لللاب يعني المختبر ويا دكتور ويا الدكاتره، وراح تشوفون الكادفر. الكادفر يعني الجثه اللي نشرح عليها، هاي الجثه راح نشوفها بالعين المجرده وراح شنو نقول عليها؟ راح نقول هذا ارتري، هاي مسلز يعني هذا وريد، هذا شريان، هاي عضله، وهكذا. هذا يسموه جروس اناتومي. في حين القسم الثاني اللي هو مايكروسكوبيك اناتومي، يعني التشريح بالميكروسكوب. يعني شنو؟ يعني نجيب هاي المصل او هاي العضله، المصل يعني عضله، نجيب هاي العضله ونخليها ونجيب الميكروسكوب ونباوع. هذا الهيستولوجي اللي درستوه بالمرحله الاولى بالتشيو اوف ذا بودي. فشباب، احنا اليوم موضوعنا او احنا هذا الموديول اللي راح ندرسه هو عباره عن جروس اناتومي. شباب، الجروس اناتومي يدرس بعده طرق. ابرز طريقتين هي الطريقه الاولى ريجينال اناتومي، والطريقه الثانيه اللي هي سيستميك اناتومي. الريجينال اناتومي يعني نروح شو نسوي؟ نروح للاطراف العليا ناخذهن كلهن ندرسهن. نروح للتشيست او للصدر ناخذ كله شنو؟ ندرسه. نروح للابدومن او البطن ناخذها كلها ندرسها بما فيها السكين، المسلز الداخل بها، الاورجان يعني الاعضاء، وهكذا. يعني ناخذ ريجن ريجن. هاي الطريقة الكلاسيكية اللي موجودة بأغلب أو بكل كليات طب العراق ما عدا الموديول. شباب، الموديول وبعض الكليات الأخرى تدرس بعض الكليات القليلة بالعراق تدرس بطريقة السيستميك أناتومي. السيستميك أناتومي شباب يعني ندرس شنو؟ ندرس
سيستم سيستم، يعني نجيب الماسكولوسكليتو سيستم وندرسه اللي هو جهاز العضل الهيكلي، نجيب الكارديو فاسكولار سيستم اللي راح تاخذه يعني جهاز القلب الوعائي وشنو ونجيبه وندرسه وهكذا. فاحنا بهذا الكورس شباب راح نتميز انه راح ناخذ الاناتومي بهاي الطريقه، لذلك انه هذا الكورس ما راح مو اي واحد راح يشرح لنا الماسكولوسكليتو سيستم بهاي الطريقه، لانه طريقه خاصه بالموديول وبعض الكليات الاخرى. فنبدي ونتوكل على الله شباب، ويا الله بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اول محاضره عندنا، دائما احنا كل محاضره ناخذها شباب راح ناخذ مالت هالاوبجكتيف، اني اسميهن المحاور، المحور الاول الثاني الثالث الرابع وهكذا. شنو هاي الاوبجكتيف شباب؟ الاوبجكتيف او المحور هي عباره عن سلسله الاحداث اللي تدور بالداخل المحاضره، او سلسله الاحداث اللي تدور في القصه. احنا المحاضره اني وياكم ندرسها على شكل شنو؟ ندرسها على شكل قصة، ونحاول أن نعرف أحجياتها، ونحاول أن نعرف الشغلات ما فاهميها، وكأنه قصة أو مسلسلة، وهاي المسلسلة أريد نعرف شنو الحدث الآخر. فهاي الحدث الأول أو المحور الأول اللي راح نفتهم به موضوع يسموه الأناتوميكال بوزيشن. والدور سنعرف شنو الأناتوميكال بوزيشن. الدور راح ناخذ البلين، يسموهن الاناتوميكال بلين، وهمات راح نعرف شنو. والدور شباب المحور الثالث راح ناخذ الموفمنت، تيرم اوف موفمنت. والدور راح ندرس اربع عضلات مهمه راح تاخذوها اول يوم تدخلون الغرفه التشريح او المختبر التشريح. شباب من هذا السلايد واحنا بدينا سوا، لازم اسولف هاي السالفه، لازم ادخل هاي الفكره او اعطيكم هاي الفكره. شباب من الدرسون تحاولون انه تسوون المحاضره على شكل محاور او على شكل نقاط رئيسيه، والنقاط الرئيسيه بها نقاط اصغر، وهكذا الى انه شنو؟ الى انه نقدر نستذكر بعد ما تخلص المحاضره، نقدر نستذكر المحاضره، بحيث ان شاء الله انت شلون تعرف نفسك فهمت المحاضره؟ من اجي اسالك ورا نهايه المحاضره شنو الاناتوميكال بوزيشن؟ راح تتذكر الاناتوميكال بوزيشن هو المحور الاول او هو الاوبجيكتيف الاول، وبي فلان شغله وفلان شغله وفلان شغله. بهذه طريقة ما راح ننسى اي محاضرة احنا راح ندرسها ان شاء الله بالمسكي بالمسكولوسكليتو سيستم، زائد بقية الموديولز ايضا لازم تفكرون وتدرسون بهاي الطريقة. شباب نجي للمحور الاول اللي هو شنو هو؟ يسموه الاناتوميكال بوزيشن، الوضع التشريحي. قعدوا الاناتومستس يعني الدول التشريحيين، قالوا احنا لازم نتفق على صيغه، بهاي الصيغه او بهذا الوضع اللي موجود به الهيومن بدي او الكاديفر او يعني الهيومن اللي ادرسه او حتى اسوي تشريح الجسم معين، هذا لازم نخليه بصيغه معينه او بوضع معين، وهذا الوضع يكون ثابت لجميع الاناتومست، لجميع التشريحيين، حتى احنا نتفق وتصير هاي، وحتى ما يصير كونفيوجن بيناتنا. ما يصير مره نجيب مثلا البيرسون او الهيومن او البني ادم خلينا نسميه باللغه العربيه، ونخليه مره مثلا نايم على ظهره، او مره نخليه نايم على بطنه ونجي نسوي له تشريح. لا، لازم نخليه وين؟ نخليه بوضع معين، وهذا الوضع هو لازم بيه نقاط معينة، هاي النقاط المعينة من خلالها تصير نقاط ثابتة لجميع الاناتومست أو الجميع التشريحيين. شن هي شباب؟ شوفوا أولا هذا يسمون الاناتوميكال بوزيشن اللي هي هاي الصورة نفسها، انه لازم شي يكون، لازم البيشنت عفوا او البيرسون لازم شي يكون، لازم يكون واقف، standing erect يقف منتصبا، هاي واحد. اثنين شوفوا شباب، لازم تكون الذراع يعني الارمز او يسموه الذراع لازم تكون ممتده شباب، تكون ممتده ومنفتحه بهالطريقه، تمام. ثلاثه الساقان او الليجز لازم تكون ايضا ممتده وقريبه من بعضها، ومهمه النقطه هاي الاخيره الايز والبالم. شوفوا هذا شباب، هاي الايد، باع الايد وباعوا الفوت الرجل، يعني شوفوها شلون تكون، لازم تكون بهاي الطريقه، يعني البالمز صايره لي قدام او اماميه، اوكي. هذا من خلال هذا الاناتوميكال بوزيشن شباب، من خلال هذا الاناتوميكال بوزيشن هذا راح دائما انت كل ما تريد تتذكر شيء بالاناتومي، كل ما تريد تذكر او توصف شغله معينه بالاناتومي، تتذكر هذا الاناتوميكال بوزيشن، وراح اشوفون شلون راح نستفاد من عنده.
نجي للمحور الثاني بعد ما اخذنا الاناتوميكال بوزيشن وتخيلنا كنا بداخلنا شنو هو الاناتوميكال بوزيشن، ننطلق للمحور الثاني او الحدث الثاني من السلسله مالتنا السلسله الاولى. ما هو الحدث الثاني شباب؟ الحدث الثاني اللي هو بادي بلينز. يعني شنو بادي بلينز؟ يعني خلينا نجيب واحد ونخليه طاير بهاي الطريقه؟ لا طبعا، البادي بلينز راح نجي يعني خلينا ماكو شيء، هذا يقول خلينا ماكو شيء، راح نجي شو نسوي شباب؟ راح نجي شباب الان نسولف عن البادي بلين. البادي بلين شباب، البادي بلين احنا حتى نسوي او حتى نشرح جسم معين لازم شنو؟ نقطع هذا الجسم. يعني مثلا عندي هذا الهارت، هذا الهارت مره، يعني الهارت معناه القلب، من اريد اجي اشوف الهارت مره اريد اشوفه من الجهه اليمنى، ومره اريد اشوفه من الامام، ومره اريد اشوفه من الاعلى. فهاي المره اللي شفته من الجهه اليمنى راح اقطع الهارت بطريقه، راح اقطعه بطريقه. مره شفته من الاعلى راح اقطعه بطريقه اخرى. مره شفته من الامام راح اقطعه بطريقه اخرى، وهكذا. فهاي القطعات راح نسميها بادي بلينز. عندنا 3 بادي بلينز مهمات. اولا شباب الكورونال بلين. الكورونال بلين يقسم لنا البادي او يقسم لنا الجزء اللي اريد اشرحه الى انتيرير وبوستيرير. شوفوا شنو يعني انتيرير وبوستيرير، يعني ينقسمه الى امامي وخلفي، وراح نشوف اكثر اوضح بالسلايدات الاخرى. هنا هذا شباب هذا يسموه الساجيتال بلين. الساجيتال بلين شنو؟ يقسمه الى جهه يسار وجهه يمين او رايت اند ليفت. واخيرا الترانسفيرز بلين يقسم الى انتيرير عفوا الى سوبرير وانفيرير. يعني شنو سوبرير وانفيرير؟ يعني اعلى واسفل. تمام، هسه ذني راح يتوضح اكثر عندنا. امرار هذا الترانسفيرز شنو نسميه؟ اسمه الثاني يسموه كروس سكشن شباب، يسموه كروس سكشن، وبعض الاحيان يسموه اكزيال سكشن. فهاي تخلوها او اكزيال بلين، هاي تخلوها ببالكم. تمام شباب، نجي ناخذ صوره اخرى اللي هي الكورونال بلين. يقسم لنا اياها الى شنو؟ انتيرير وبوستيرير، اي بمعنى امامي وخلفي. وهسه راح ناخذ الانتيرير والبوستيرير. وايضا هذا نجي للساجيتال، راح يقسم لنا اياه ميديال ولاترال او رايت وليفت. نفس الشيء ميديال ولاترال، يعني معناه قريب من المنتصف وبعيد من المنتصف. وكورونال وترانسفيرس بلين راح يقسم لنا اياه الى شنو شباب؟ الى سوبرير وشنو؟ وانفيرير، يعني اعلى واسفل. شوفوا هاي نفس الشيء، شوفوا شباب، شوفوا باعوا هذا هسه، هذا هنا هذا الاناتوميكال بوزيشن. تمام، اجينا اقسمناه هذا الجسم ساجيتال بلين. فمن اجي ارد اباوع من يا جهه، اجي من هنا مثلا اباوع، راح اعرف اشوف شكو ماكو هنا بهاي المنطقه اللي هي شنو؟ ميديال او لاترال او رايت وليفت. تمام، هذا انذر ساجيتال سكشن، انذر ساجيتال سكشن، بس مو ميديان، مو بالنص، وانما بصف النص. وهذا شنو شباب؟ هذا الكورونال سكشن. قلنا الكورونال سكشن او يسموه المستوى التاجي او الكلينيكلي او الكلينيكي، هذا يقسم لنا اياه الى شنو؟ الى امامي وخلفي. واخيرا ترانسفيرس سكشن، المستوى الافقي او المستعرض، او يسموه الاسم الثاني كروس سكشن او اكزيال سكشن، راح يقسم لنا الجسم الى اعلى واسفل. اوكي، اللي هو سوبيريور وانفيريور. هذن المصطلحات اللي راح نتعلمهن هسه بالسلايدات الاخرى. واضح شباب؟ فهاي القضيه وما بيها انه احنا الاناتوميكال بلين نقسمها حتى تصير عندنا اكثر من رؤيه علما للشغله اللي اريد اني اوصفها او اريد اشرحها. واضح شباب؟ هذا بالنسبه للبادي بلين. نجي الان بعد ما خلصنا البادي بلين، نجي الى بعض الاناتوميكال تيرمينولوجي، بعض المصطلحات الطبيه اللي هن ذني شنو؟ هن اساس التشريح. شباب ذني حتى احنا هسه مو جانبني التشريح او الاناتومي داخل البرين مالتنا،
كنا هسا كنا سوا بدنا نتعلم سوا. هذني هذني اساس التشريح، هذني اساس التشريح. شلون احنا هسا نريد نبني بيت، فالبيت حتى نبنيه لازم نسوي شنو؟ لازم نسوي بتلو مدري شنو مدري شنو، الاساس يسموه. فالاساس مات التشريح شباب هن ذني المصطلحات، راح نتعلمهن وحده وحده. اولا شباب، اول مصطلح، كل مصطلح دائما اكو مصطلح عكسه. اول مصطلح نتعلمه شباب هو الفنترال. فنترال، الفنترال هو الفنترال هو معناه اقرب الى الامام او هو امامي. تمام تمام، هسه راح ناخذ امثله على ذلك. اما العكس الفنترال يسموه دورزل، يسموه دورزل اللي هو هذا شباب. هذا الدورزل هو اقرب الى الخلف او الخلفي. يعني هسه راح ناخذ مثلا فد مثال، راح ناخذ فد مثال شباب. مثلا شو نقول؟ نقول الاصبع الكبير في القدم هو فنترال، هو فنترال المن الى الهيل او الكعب. تمام شباب، نقول الاصبع الكبير هذا هو فنترال المن الى الكعب. او شو نقول؟ نقول الكعب هو دورزل المن، هو دورزل المن، هو دورزل للبكتو. يعني شنو معناه؟ معناه استخدمنا دورزل وفنترال، معناها امامي او اقرب الى الامام واقرب الى الخلف بالنسبه لدني النخطتين. تمام، فهسه شلون نحكي هالعباره؟ نقول ذا بيكتو، ذا فيرست بيكتو. تمام شباب، ذا فيرست بيكتو هو شنو؟ هو فنترال تو ذا هيل. الهيل يعني معناه الكعب. او شنو نقول؟ ذا هيل از دورزل تو ذا شنو؟ تو ذا بيكتو. واضح؟ نجي الى نفس كلمه البنترال والدورزل لكن مصطلح ثاني، وانما هن نفس المعنى. كلمه انتيرير، كلمه انتيرير بمعنى شنو؟ بمعنى هو اقرب. اقرب هو شنو؟ هو اقرب الى الامام. وكلمه بوستيرير، وكلمه بوستيرير هو اقرب المن، هو اقرب الى الخلف. نفس المصطلح ونفس العباره ونفس المثال ناخذه، اللي هو شنو نقول بي؟ نقول ذا بيكتو از anterior to the heel، او نقول the heel is posterior to the picto. واضح؟ ان شاء الله واضح. نجي الان المن، مثل ما قلنا اكو anterior و posterior، اكو right و left. دائما الجسم شباب، الجسم البادي مالتنا هو bilateral. شنو كلمة معنى مصطلح bilateral؟ يعني ثنائي، ثنائي دائما يكون ثنائي. دائما اكو two kidney مثلا، كليتين، او اكو two eye، عيني عينتين. واضح؟ او اكو two breast. اوكي، اكو تو بريست يعني ثديين. واضح شباب؟ فاكو رايت اللي هو هذا، واكو ليفت. دائما هاي بالبدايه ذني سهلات، ومرور الزمن راح يصير زلاطه بعد، يعني واحد ما يحكي بيهن. بس بالبدايه شويه شويه لازم نبدا الاساس حتى نقدر نكسب الام اس كي كله ونخليه بقبضه ايدنا. تمام شباب؟ فتبعا لذلك هذا البيرسون إذا نام نام على ظهره. من ينام على ظهره شباب، دائما 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 من ينام على ظهره دائما شنو؟ دائما هاي الجهة تصير شنو؟ تصير الجهة اليمين، وهاي الجهة هي تصير الجهة اليسار. هاي قاعدة عامة. شلون هاي القاعدة العامة اللي نستفاد من عندها؟ هاي القاعدة نستفاد من عندها بالطريقة الآتية. شنو نقول؟ دائما إذا إجاكم سيتي مفراز حلزوني، هذا يسموه سيتي أو مفراز حلزوني. هذا شباب لان احنا نتذكر المريض شلون ينام، فدائما هاي الجهه شنو؟ هاي جهه اليمين، وهاي دائما جهه اليسار، قاعده عامه. للاسف الشديد بعض الطلبه مرحله رابعه مرحله خامسه هاي الفكره مو ببالهم. دائما يجيك وش السي تي يخليه قدامه هيك يفره، وين يريد يعرف اليمنى واليسرى. السي تي شباب، السي تي او المفراس الحلزوني يسموه سي تي، المفراس الحلزوني شباب دائما هاي الجهه هي جهه اليمين، لان تتذكرون المريض شلون نايم، وهاي الجهه هي جهه اليسار. واضح شباب؟ هاي تخلوها ببالكم، هاي ان شاء الله هاي تخلوها ببالكم هاي النقطة. واضح؟ زين زين. احنا لذلك اقول احنا لازم شنو؟ لازم ندرس الاناتومي
ندرسه بطريقة سريرية، ندرسه حتى نستخدمه وين؟ حتى نستخدمه بالطب. يقول لك احنا نتعلم تشريح حتى نستخدمه كأطباء، مو نتعلمه وندرخه ونحفظه ونخليه بجيبنا وكل شيء بنستفاد. نعرف اكو رايت واكو ليفت، والرايت دائما نخلي البيشن من ينام على ظهره، شلون نستخدم هاي الرايت والليفت وين؟ بالسيتي. هاي النقطة من تحفظوها حتى بعد ترسخ ببالكم هنا وما تنسوها ابد. وهذا هو سر الموديول شباب. الموديولز انا ليش احب الموديول؟ الموديول هو انه يو ار دكتور فروم ذا فيرست ستيج، انت طبيب من اول مرحله. من انت تدرس اناتومي احنا نعطيك كيسات وندربك على الكيسات وتتعامل مع مرضى حقيقيين، وانت دا تدرس مصطلحات الطب تمام، وانت دا تدرس مصطلحات الاناتومي، انت تتعلمهن تتصرف وتتعلم الشغلات وكأنه انت طبيب، مو تتعلم كأنه انت تدرخ فيما لا فيما لا. واضح شباب؟ فلذلك احنا دائما شنو؟ موديول. احنا موديول حبيبي. فنكمل المصطلحات مالتنا شباب. عندنا شنو؟ عندنا شيء اسمه بروكزيمال وعندنا شيء اسمه ديستال. شنو كلمة بروكزيمال شباب؟ البروكزيمال هو معناه اقرب الى الرأس. يعني شو هاي المنطقة is proximal، في حين هاي المنطقة is distal. لكن بس احنا دائما من نقول هذني المصطلحات كلهن proximal distal ventral dorsal او anterior posterior، دائما نخلي ببالنا شغلة انه دائما احنا نوصفن الى نقطة معينة. لذلك انا ايش قلت البيكتو is ventral to the heel او is anterior to the heel، دائما اوصفها الى نقطة معينة. فهسه انا شريد اقول مثلا هاي كلمة proximal قلنا شنو؟ قلنا اقرب. فش اقول ذا البو جوينت، هذا الجوينت يسموه البو جوينت او يسموه البو جوينت از بروكزيمال تو ذا ريست جوينت. ذا ريست جوينت هو مفصل الرسخ، فهذا هو بروكزيمال يعني اقرب الى الراس تمام شباب. عكس كلمه بروكزيمال هي كلمه شنو؟ هي كلمه ديستال. ديستال معناه ابعد، معناه ابعد او هي ابعد من الراس تمام شباب. فش اقول the rest is distal to the elbow joint. واضح شباب؟ هاي كلمة proximal و distal. صار عندنا ثلاث مصطلحات anterior posterior ventral dorsal و proximal distal. واضح؟ تمام. نجي الى بعض المصطلحات مثل كلمة terminal. شباب احنا دلني هن anatomical terminology، راح نمشيهن شوي شوي سهلاتهن، راح تتعلموهن عمود بعد ما نرجع لهن ابد. ذن الاساسيات. كلمة terminal بمعنى نهاية، ودائما نستخدم كلمة terminal بالاعصاب. مثلا شو نقول؟ نقول the tibial nerve، هذا شباب يسموه tibial nerve، هذا اللي باللون الاخضر is terminal branch of، يعني branch معناه فرع of the sciatic nerve. كلمة sciatic nerve هذا النيرف الكبير، هذا شوفوه اكو نهاية بي، هاي النهاية هو tibial nerve. فكلمة terminal هي نهاية، فش نقول the tibial nerve is terminal of شنو؟ of sciatic nerve، يعني النهاية مالت هذا العصب. وكلمة شنو الكلمة الثانية؟ هي median. median يعني سهلة، هاي ماخذيها بالانجليزي، ماخذيها بكل مكان. median يعني منتصف، فكلمة منتصف دائما نخليها ببالي. فلذلك اذا شيء صار منتصف بعض الاحيان نسميه median. اكو عندنا احنا ثلاث اعصاب يغذن شنو؟ يغذن الاطراف العليا، ثلاث اعصاب رئيسية راح ناخذهن. واحد اسمه ulna nerve، واحد اسمه radial nerve، وواحد يمشي بيناتهم بالنص. نيرف عظيم هذا النيرف يسموه median nerve، لانه يمشي بالنص سموه median nerve، وهسه التسمية مالته median nerve. واضح؟ فكلمة median يعني منتصف. بعد عندنا شنو مصطلح ميديال، وحذاري ان نشتبه بين كلمة ميديان وكلمة ميديال. كلمة ميديال بمعنى شنو؟ بمعنى اقرب الى خط المنتصف. يعني شنو؟ يعني شنو؟ هسه مثلا يعني شنو شباب؟ اقرب الى خط المنتصف. كلمة ميديان يعني اقرب الى خط المنتصف. فمثلا عندنا هذا خط المنتصف، اكو نقطتين A و B، هاي A وهاي بي. شباب عندنا كلمة ميديال ولاترال، هاي النقطة شو نقول عليها؟ نقول عليها از ميديال تو ذا اي، يعني بي از ميديال تو ذا اي تمام شباب. في حين اي هي ابعد من خط المنتصف، شو نسميها؟ نسميها لاترال. في حين اي از لاترال لمن شباب؟ في حين اي از لاترال تو ذا بي.
فإذا كانت المنطقة اللي أريد أوصفها أقرب إلى خط المنتصف سميناها شنو؟ ميديال. أبعد سميناها لاترال. فنجي هذا رينج فينجر وهذا ميدل فينجر، ذني سبابة دبابة وانتو تعرفوهن. الرينج فينجر ليش نسميه رينج فينجر؟ لأن نخلي بيه الرينج الخاتم، فسميناه رينج فينجر. شباب فالرينج فينجر از ميديال تو ذا ميدل فينجر، في حين إذا أرد أوصف الميدل فينجر أقول از ذا لاتر أو از لاترال المن تو ذا رينج فينجر. سهلة سهلة، هو هذا اللي مسكي شباب، السهولة هش شوية شوية، هي هاي سهلة إن شاء الله، سهلة سهلة ان شاء الله. شباب بعد عندنا مصطلح سوبيريور وعندنا مصطلح عكسه اللي هو انفيريور. سوبيريور بمعنى اعلى، اعلى كلمه اعلى، فش نقول ذا نوز از نوز از سوبيريور تو ذا ماوث، يعني شنو معنى النوز؟ اعلى من الفم، كلمه اعلى. وانتوا اخذتوا شباب بالترمينولوجي كلمه سوبيريور، من اخذتوا بالترمينولوجي كلمه سوبيريور شباب، من اخذته بالترمينولوجي كلمه اخذته بالترمينولوجي ان الكلمه بها دائما اساس وبها بها جذر وبها بادئه وبها لاحقه. فهاي السوبريور اخذوا من عندها بادئه، بادئه بمعنى دائما توصف اعلى. شنو هي البادئه حتى احنا ندخلها، حتى هاي الكلمه من عرفنا السوبريور وعرفنا انه اخذنا بادئه من عندها اللي هي سوبرا ودائما بمعنى اعلى حتى بعد ما ننساها ابد. فنجي شنو نقول؟ اكو هسه بالجسم، من ناخذ الاناتوم ان شاء الله، اكو عقد لمفاويه يسموها الليف نود. هاي موجوده العقد اللمفاويه موجوده اعلى عظم الترقوه هنا هنا، فاحنا سميناها سوبرا. سوبرا هذا البادئ اللي اخذناها من كلمه سوبريور اللي هي اعلى، سوبرا كلافيكولار ليف نود. تمام شباب، كلافيك عظم الترقوه والليف نود عقد لمفاويه، فالعقد اللمفاويه ما فوق عظم الترقوه. العكس مالتها تقلبها بكرك السوبريور تصير عندك انفيريور. انفيريور بمعنى اسفل. The mouth is inferior to the شنو؟ to the nose. شباب واضح؟ فكلمة inferior، inferior همات شنو؟ أخذنا من عندها بادئة سميناها انفرا، وهاي الانفرا لها مرادفات اللي هي هايبو وسب. تمام شباب؟ هاي تخلوها ببالكم دائما، كل ما تشوفون انفرا تشوفون هايبو تشوفون سب بمعنى أسفل. من يجيكم مصطلح سب مندبلال لمف نود شنو معناها؟ معناها عقد لمفاوية أسفل، لأن سب معناها أسفل، اسفل الفك السفلي، من دوبلر هو الفك السفلي. واضح شباب؟ فهسه اذا اريد قالوا احنا نسهلها بعد اكثر، بعض الشغلات اذا اريد اوصفهم بالاناتومي لازم اوصفهم بطريقتين، يعني شنو؟ مثل هاي الاذان شباب او الاير صايره سوبيريور من الماوث، تمام هاي متفقين عليها، وصاير لاترال إلها. زين هي سوبيريور ولاترال، خب ما اقول اني the ear is superior and lateral to the mouth، شو اقول؟ اسهل اسهل، يعني هي يريدون يسهلون، فقالوا the ear is superior lateral to the mouth، بمعنى شنو؟ بمعنى اعلى وابعد من خط المنتصف بالنسبه للماوث. واضح شباب؟ ذن المصطلحات شوية شوية نعيدهن يوميا، نحكيهن دائما لحد ما يدخلن ويصيرن بالسبكونشيس، يدخلن ويصيرن بالكومن سينس، بحيث انتو يصير عندكم مثل الزلاطة شباب، تصير عندكم مثل الزلاطة. شلون ناكل؟ سهلة جدا. تمام، بعد خن بعد 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 خن نخلص خن نخلص الانتوميكال تيرمينولوجي كلهن شباب. سوبرفيشال سهلة، سوبرفيشال انتو ماخذيها او يعني سامعين بيها، السوبرفيشال بمعنى فشي سطحي. شوفوا شباب هسه هذا شنو؟ هذا الهارت، وهاي اللنج، وهذا شنو؟ وهاي الفقرات، عفوا هاي شو اسمه الاضلاع، الاضلاع وما ادراك ما الاضلاع، الله يحفظ اضلاعكم كلها شباب. هاي الاضلاع، الاضلاع او هذا كله شو يسموه ثوراكس او الصدر. الاضلاع السوبرفيشال اوف ذا ثوراكس، يعني هي هنا سطحيات الصدر. تمام، في حين كلمه ديب بمعنى عميق، فذن الفيزلز يسموهن جريت فيزلز اللي هنا الايورتا، وذن الايورتا هذا العظم عفوا شريان الايورتا، هذا شريان الايورتا شباب، هذا ديب صاير جو الثوراكس جو الصدر فنسميه ديب، او المصطلح الثاني مالته باللاتيني بروفاندا،
وراح يمر عليكم بروفاندا. واذكركم ديب او بروفاندا، ديب كلمه انجليزيه وبروفاندا الكلمه اللاتينيه اللي نستخدمها. سوبرفيشال بمعنى شنو؟ بمعنى سطحي، والكلمه اللاتينيه لها شنو؟ سوبرفيشاليس، وراح ناخذها ايضا وراح اذكركم بها. external وانترنال، external بمعنى خارجي وانترنال بمعنى داخلي. فلذلك ان شاء الله السنه الجايه بالهيد اند نيك، يعني بنتاخذون الهيد اند نيك اناتومي، الهيد اند نيك اناتومي ايش راح يصير شباب؟ راح تاخذون الاير، تاخذون الاذان وتوصفوها تشريحيا، فراح تلقون شيء خارجي يسموه external ear. الاكسترنال هاي الاكسترنال شباب بمعنى خارجي، في حين المنطقة الداخلية مات الإذان يسموها internal ear. واضح شباب؟ تمام الحمد لله. شباب أريدكم تتذكرون شنو؟ أريدكم تتذكرون الاناتوميكال بوزيشن، وتتذكرون الإيد شلون كانت. الإيد شلون كانت؟ كانت بهالشكل مثل ما اتفقنا. فهاي المنطقة هاي نسميها anterior of the hand. بس كلمة anterior ما متعارف عليه. شو استخدموا مكانه؟ استخدموا مكانه بالمر. الانتيرير مات الهاند هو نفسه البالمر اوف ذا هاند، وهو المصطلح الشائع كلمه بالمر اوف ذا هاند اللي هي بالاناتوميكال بوزيشن. تمام. واكو مصطلح اقل شيوعا يسموه فولر، يسموه فولر. احنا راح نستخدم هذا المصطلح وبتوصيف فد مرض معين، فد غده معينه تظهر دائما يسموها فولر جنجليا. هاي الفولر جنجليا احنا قلنا راح نستخدم اغلب الشغلات، نستخدم الاناتومي، نستخدم التشريح في سبيل ان نتعامل كاطباء شباب. فمن تجيكم هاي تسولف للطبيب تقول له دكتور شفت مريض اليوم عنده فولر جنجليا، راح يعرف هو شنو فولر. فولر يعني هنا صايره، يعني وين؟ هنا أنا. امامي وين؟ بالهاند. يعني شنو؟ يعني ذكر الاناتوميكال بوزيشن وتذكر الانتيرير او الفولار. لا تنساني انا موديولي ترى. يعني شنو معناه؟ اني ادرس الطب من اني طبيب من المرحله الاولى، لذلك كنا لازم نحب الموديول شباب، لان هو هاي الميزه اللي تتميز بيها الموديول. في حين الاناتوميكال بوزيشن هاي المنطقه كانت بوستيرير، الاسم مالتها مثل ما قلنا البوستيرير هو شنو؟ هو يساوي دورزل بالبداية، فلذلك شنو؟ دورزل شباب، فلذلك دورزل هي نفسها بوستيريار. بعد اكو مصطلحات ايضا راح نستفاد من عندها لازم تعرفوها وين؟ بالهاند. اذا تذكرون شباب، اذا تذكرون الاناتوميكال بوزيشن كان بهالطريقة مو صحيح؟ هذا الاصبع الصغيروني صاير اقرب المن اقرب الى خط المنتصف، في حين الاصبع الكبير ايش كان؟ ابعد من خط المنتصف. فلذلك دائما الاصبع الكبير لو حتى لو صار هيجي هسه يعني هسه من نريد نوصف هاي الهاند شنو نقول؟ هذا اقرب الى خط المنتصف. هذا شيء غلط، لان الاناتوميكال بوزيشن هيجي كان. فدائما الفينجر سواء منا الفينجر الصغيروني او الاصبع الصغيروني سواء هيجي او هيجي دائما شيء يكون ميديال. ليش؟ لانه احنا من نوصف ونسولف حسب الاناتوميكال بوزيشن حتى ما تتخربط علينا الشغلات. فدائما شباب الاصبع الزغيروني يكون ميديال. الاسم الثاني له نسبه العظم هنا موجود بعدين ناخذه يسموه الالنا، نسبه لذلك نسميها هاي الجهه ميديال سايد او الالنا سايد اوف ذا هاند. في حين الجهه الابعد او اللاترال سايد او الاصبع الكبير نسميها ذا لاترال سايد اوف ذا هاند، او شو نسميها ذا ريديال سايد اوف ذا هاند نسبه الى عظم هنا يسموه الريدياس. واضح؟ وهاي ايضا بعدين راح نستخدمها اللي هاي استخدمناها بهاي الكلينيكال بوينت شباب. شوفوا الكلينيكال بوينت، شوفوا هنا شباب شوفوا الاصابع المفروض هيك طبيعيا، شوفوا هذا الاصبع شوفوا وين رايح؟ رايح زايد بهذا الاتجاه، رايح زايد بهذا الاتجاه. وين رايح؟ بيا زايد. وين بيا اتجاه؟ رايح باتجاه الميديال سايد اوف ذا هاند
او اللي يسموه الاسم الثاني الالنر سايد اوف ذا هاند. لذلك من بيشن عنده روماتيد ارثرايتس ان شاء الله بعدين تاخذوها او الالتهاب الروماتيزي هذا شباب. هذا من نجي نشوف الديفورميتي بايده شو نقول؟ نقول عنده ذير از الالنر ديفورميتي. شوف اصابعه كلهن رايحات باتجاه شنو؟ اصابعه كلهن راحت باتجاه الالنا سايد، فيسموها الالنا ديفورميتي. فاستخدمنا مصطلح الالنا وفي وصف بعض الامراض شباب. شكو ماكو ان شاء الله زينين. نكمل شباب، نجي المن للفوت شباب، نجي المن للفوت. الفوت ايضا اذكروا لي الاناتوميكال بوزيشن، اذكروا لي الاناتوميكال بوزيشن. هاي الفوت شباب، هاي شو نسميها؟ نسميها دورزم. هاي الفوت السطح السوبرير مالتها، السوبرير مالتها او الانتيرير عفوا مو سوبرير، الانتيرير مالتها نسميه دورزم. هاي حفظوها لان راح تستفاد من عندها بالموفمنت. في حين الجزء السفلي مالتها الانفيرير، هذا الانفيرير اللي هنا شو نسميه شباب؟ نسميه بلانتر. شو نسميه؟ نسميه بلانتر. هذا هنا جبناه حليناه هنا سميناه بلانتر سيرفيس. في حين هذا الانتيرير ايش سميناه؟ سميناه دورزم. الاسم الثاني مات البلانتر هو سول اوف ذا فوت. واضح شباب؟ واضح زين. احنا هذا البلانتر نريد نتذكره دائما. شلون نتذكره؟ شلون نتذكره؟ راح اقول لك سهله، راح اعطيك فد تركايه بسيطه. ايش اقول لك؟ اقول لك تتذكرون البلانت الزرع، هو البلانت وين يصب دائما؟ يصب وين يصب بالتربه، او يعني ينبت بالتربه، بلانت بالتربه. فش اقول لكم شوفوا هذا شوف هاي القدم هي بلانت، والجزء السفلي مالتها بلانتر. وين؟ بلانت ان ذا بالارض، بلانت ان ذا فلور. فدائما الجزء السفلي يسموه بلانتر سيرفيس. واضح؟ فاحنا راح نسهل الاناتومي بهاي التريك اللي راح نستخدمها. نحاول ان نربط المصطلحات بمن؟ بمصطلحات بديهيه ان حتى من ننساها ابد. واضح شباب؟ صدق كذي برسم الخدمه ان شاء الله راح نسهل الاناتومي والامسكي بهاي الطريقه ان شاء الله شباب. واضح؟ نجي للبرين. مشكله الدماغ بي يعني ما خاضع المن، ما خاضع شويه عنده بعض الطفرات اللي لازم نسولف بيها. راح نعرفن شنو ذن الطفرات شويه باختلاف. طبعا اني راح اشرح لكم اياها من باب الاناتوميكال تيرمينولوجي، راح انتم تاخذوها اكثر من تاخذون تشريح الجهاز العصبي شباب. واضح شباب؟ الجزء الامامي هنا من نسميه انتيرير، او حتى لو نسميه انتيرير لكن الاسم الشائع مالته كلمه روسترال. روسترال، روسترال جايه من مصطلح اسمه نوز او بيك، يعني معناه المنقار. فالجزء اللي صاير باتجاه البرين، يعني باتجاه شنو؟ باتجاه الدماغ يسموه روسترال. يعني الانتيرير مالته دائما يسموه شنو؟ روسترال. او الاسم الثاني يسموه فرونتال. تمام شباب؟ هاي المصطلحات شويه يعني احنا ممكن نقول ذا انتيرير اوف ذا مثلا اوف ذا برين، بس الاحلى والشائع هو روسترال. حتى من تجيكم روسترال انتم تعرفون. في حين الجزء الخلفي مالته من نسميه بوستيرير، هو ممكن نسميه لكن الاحسن والاحلى نسميه كودال، معناه قريب من التيل من الذيل، او نسميه اوكسيبتال. واضح شباب؟ الجزء الانفيريور سيرفيس مالته ما راح نسميه انفيريور، وانما نسميه فنترال. احنا فنترال متعلمين عليها على اساس هي انتيرير، بس هنا الفنترال استخدمناها استخدام اخر. واضح؟ اللي هو الانفيريور سيرفيس. شويه صارت صعبه عليكم، راح نسهلها هسه. تمام؟ في حين الجزء العلوي مالته والسوبرير سيرفيس مالته نسميه دورزال، بدل ما نسميه سوبرير نسميه دورزال. هاي الاختلافات شويه بالاناتومي. نجي الدماغ متكون من عده امور. اذا سولفنا على السيربرام، هذا يسموه السيربرام او المخ، نسولف بدنيه المصطلحات. من نجي نسولف على البرين ستيم او جذع الدماغ،
نرجع المصطلحات القديمة اللي سهلة، اللي هي anterior, posterior, superior, inferior. هاي مشكلة الدماغ، يقول أنا دماغ وبكيفي شريد أسوي أسوي، هاي هو حقه وعلى رأسي. فذن المصطلحات شباب، ذن المصطلحات نخليهن بالنا شوية بالبرين، تختلف الأمور حتى نسهلها أكثر صعبت. شوفوا هاي الستندر مالتنا، شنو هو الستندر مالتنا؟ أنه superior, inferior و posterior و anterior. بالبرين بالسيربرام اذا اريد نوصف المخ راح تختلف، شنو نقول؟ روسترال كودال ودورزال فنترال. نرجع علما للبرين ستيم ترجع نفس مصطلحاتنا اللي هي فنترال دورزال، وهذا نسميه الاعلى اريد نسميه سوبيريور وانفيريور، اريد نسميه روسترال وكودال. واضح؟ نفس الفكره هنا أنا موجوده، هنا تكرر صور حتى تصير اسهل. واضح شباب؟ هذا بالنسبة لمن. نجي الآن شباب إلى المحور الثالث، بعد ما عرفنا المحور الأول وقلنا الاناتوميكال بوزيشن الدور، عرفنا المحور الثاني اللي هو البادي بلين وبعض الاناتوميكال تيرمينولوجي، نجي المحور الثالث اللي هو تيرمز اوف موفمنت. شباب الموفمنت مثل ما ماخذيها احنا بالخامس بالرابع اعدادي بالثالث بالثاني متوسط عن الكيمياء والفيزياء، الموفمنت هو تشينج ان ذا بوزيشن، يعني اكو حركه بجسم نسبه الى نقطه ثابته. واضح شباب؟ راح نجي نطبق هاي الموفمنت، اول شيء نعرف شلون تصير الحركه، والدور ناخذ المصطلحات التشريحيه. شباب الفكرة انه حتى تصير حركة لازم عندي فولكروم، الفولكروم هو العتلة اللي تصير عليها الحركة، وراح نعرف هاي شلون راح نستفاد من عندها بالاناتومي، ولازم عندي اكسس او ذراع اللي تصير بها الحركة، ولازم عندي بلين او جهة على اساس تصير الحركة، يمين يسار اعلى اسفل وهكذا الى الامام الى الخلف. واضح شباب؟ فهاي المصطلحات او هاي المبدا الفيزيائي راح نفسه سبحان الله وين موجود؟ موجود بالبادي. حتى تصير حركه شباب لازم اكو فيكست بوينت، ولازم اكو بلين، ولازم اكو فولكروم. الفولكروم شباب اللي هو الني جوينت، الني جوينت اللي هو هذا المفصل او هذا هو العتله. البلين لازم يكون اكو حركه باتجاه الامام او باتجاه الخلف او الامام. الفيكس بوينت هو شنو؟ الثاي، والجهه المتحركه هي اللور ليج. واضح شباب؟ هذا بالنسبه اي جوينت يتحرك اي حركه تصير لازم موجوده بها هاي النقاط، لازم اكو فيكس بوينت، لازم اكو بلين، ولازم اكو فولكروم، ولازم اكو شنو؟ الاوبجكت. شباب ذن المصطلحات، هذن المصطلحات اللي هن الخاصة بالموفمنت، ذن مصطلحات شائعة: flexion, extension, lateral flexion, abduction, adduction, rotation of the limbs, rotation of the head and trunk. وذن المصطلحات همات مصطلحات of movement أو حركة، لكن شنو؟ لكن ذن خاصات بجويت معين elevation depression وإلى آخره، راح ناخذهن وحدة وحدة. الآن نبدي المن يا شباب، نبدي بالflexion. الفلكشن اول شيء احنا يا جوينت راح ندرس عليه اللي هو يسموه ني جوينت، او يسموه احنا بالعربي نسميه مفصل الركبه. هذا مفصل الركبه هذا يا شباب اللي تتحرك هي اللور ليج. وين تتحرك؟ راح تتحرك بالسجيتال بلين، مو قلنا لازم اكو بلين؟ هذا السجيتال بلين راح تتحرك الساق يا اما الى على السجيتال بلين الى امام السجيتال بلين، او الى الخلف الى خلف السجيتال بلين. إذا تحركت بهذا الاتجاه، إذا تحركت لي وراء بحيث قلت الزاوية بين الفيكست بوينت والأوبجكت، إذا قلت المسافة مثل هاي سميناها فليكشن، وإذا زادت المسافة سميناها اكستنشن. شوفوا هنا أنا شباب من تحركت هاي الليك بهذا الاتجاه قلت هاي الزاوية، من قلت هاي الزاوية سميناها فليكشن decrease the joint ankle، في حين من زادت الزاوية هاي رجعتها الى الوضع الطبيعي، كانت 135 صارت 180 سميناها extension. اي مكان يصير به نقصان بالزاوية نسميه flexion، زيادة بالزاوية نسميه extension. مثال هذا شوفوا شباب، هاي الذراع هسه هاي الحركة قللت الزاوية هاي مالتي سميناها flexion، من شو اسوي؟ من ازود الزاوية راح نسميها extension.
واضح؟ الحمد لله. نجي إلى أيضاً مصطلح هذا يسموه lateral flexion. هذا lateral flexion شباب هذا وين يصير؟ هذا يصير وين؟ بالميدلاين ستراكتشر، مثل من؟ مثل الـ 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 الرقبة أو العمود الفقري. بيفت حركة يسموها lateral flexion. هاي وين تتحرك؟ بيا بلين؟ بالكورونال بلين. بالكورونال بلين بحيث راح تصير الحركة يا أما إلى يسار الكورونال بلين أو يمين الكورونال بلين أو إلى يسار الكورونال بلين. فشوفوا شباب، شوفوا هذا الكورونال بلين، هذا الوضع الطبيعي مالتنا، هذا الواحد بالنص. من يتحرك المريض الى جهه شنو؟ الى جهه اليمين، فراح تقل الزاويه، كانت 100 تصير 180 تصير 100. فايش راح نسميها؟ نسميها lateral flexion. ليش سميناها flexion؟ لانه قلت الزاويه. ليش سميناها lateral؟ لان مبتعدة عن خط المنتصف. ليش سميناها right؟ لان صار الى الجهة اليمين. فright lateral flexion، من اريد اوصف اريد اوصل lateral flexion لازم اقول right low left. اوكي، نجي الى شنو الان؟ الى الابدكشن والادكشن. شباب كلمة ابدكشن وتذكروا حرف البي، والادكشن وتذكروا حرف الدي، هذا الميزة بيناتهم اللي هو الابدكشن والادكشن، هذا الدي وهذا البي، هذا الفرق. وين يتحركن؟ بياك بلين، يتحركن بالكورونال بلين، الى يمين الكورونال بلين او الى يس الى يس او الى يسار الكورونال بلين. اذا كانت ال 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 الجهه اللي اريد احركها والاوبجكت او الذراع تبتعد من خط المنتصف بهذا الاتجاه مثل ما مرسوم هنا، سميناها ابدكشن، مبتعده. في حين اذا كانت بالاتجاه الى خط المنتصف مثل هذا السهم الاخضر او الاحمر اللي رسمته اني باتجاه الميدلاين سميناها ادكشن. شلون اتذكر؟ اقول لك، راح اعطيك تبايه او تريك بسيطه. اقول لك من تقول ادكشن اتذكر انت جاي تضيف جزء الى البدي الى الجسم، فسميناه ادكشن او اد ذا ارم تو ذا بدي او ادكشن ذا ارم، يعني قربناها الى شنو؟ الى خط المنتصف. واضح شباب؟ نجي الى الروتيشن. الروتيشن يعني واضح دوران. الروتيشن دوران، عندنا يا اما روتيشن اوف limbs ويا اما روتيشن اوف ذا هيد اند ترنك. ترنك يعني المنتصف. اوكي، limbs الاطراف. فالاطراف او عمليه الروتيشن دائما شو تصير؟ بيا بلين، بالترانسفيرس بلين، يا اما بهذا الاتجاه من البلين او بهذا الاتجاه من البلين. واضح؟ around the long axis. نجي عندنا اذا لمز او اطراف، شو يصير عندنا؟ external يعني حركه الى الخارج، وانترنال. شباب شوفوا، وهذا الجزء الامامي من المفصل مالتي اللي هو هذا الشولدر. هذا الشولدر اذا ادخله الى المنتصف او اقربه من المنتصف يسموه انترنال، واذا ابعده يسموه اكسترنال. شوفوا باعوا هذا الشولدر، هذا الجوينت، راح اطلع عليه برا، فراح يصير بهالطريقه. من يصير بهالطريقه اسميها external rotation. من ادخل لي جوا اقرب الانتيرير اسبكت، ادخل الداخل يسموه internal rotation، اللي هو هاي تشوفوها شباب. شوف قربت دخلت للمنتصف، هاي الايد سميناه internal rotation. ونفس الشيء lower limb، اذا اطلعها لي برا الجوينت، هذا الجوينت سميناه external rotation. اذا دخلت لي جوا الجوينت، في بمعنى شنو؟ internal rotation. واضح شباب؟ الهيد اند ترانك نفس الشيء. الهيد اند ترانك نفس الشيء، بس الهيد اند ترانك همات من ترانسفيرز بلين وهمات اراوند ذا لونج اكسس. لازم نقول الى جهه اليسار او الى جهه اليمين. ليش؟ لان هو بالنص. اوكي، لان هو بالنص، فلو راح يروح الى جهه اليمين الراس او راح يروح الى جهه اليسار، فلازم اقول الحركه اللي هي شنو؟ اللي هي روتيشن، ولازم اقول البارت، ولازم اقول الدايركشن. مثلا اقول رايت روتيشن روتيشن الحركه اوف ذا هيد تو ذا رايت. اوكي، اقول الموفمنت اللي هي روتيشن، والبارت هو الهيد،
والدايركشن اللي هو الاتجاه الى اليسار او الى اليمين. واضح شباب؟ خلصنا الان الفلكشن اكستنشن، خلصنا الابدكشن ادكشن، خلصنا الروتيشن، تمام شباب، وخلصنا الروتيشن. نجي الان الى بعض المصطلحات اللي قلنا خاصات بجوينت معينه او بمفاصل معينه اللي هي الدبرشن الفيشن. مصطلح جدا سهل ماخذيه، هوايه سهل علينا. الدبرشن معناه انخفاض والاليفيشن معناه ارتفاع. فهاي موجود وين اشوف الدبرشن والاليفيشن؟ عاده بهذا الجوينت اللي هنا، هذا اكو جوينت هنا يسموه تمبرو من دبلر جوينت، راح تاخذوه ان شاء الله السنه الجايه، اللي هو هذا الجوينت اللي يحرك لي الفك السفلي. اذا نزل لي جوا سميناها دبرشن، حركه دبرشن. اذا صعدنا لي فوق راح شو نسميه؟ راح نسميه اليفيشن. في حين اذا طلعنا لي قدام هالشكل هذا نسميه انتيرير ترانزليشن، يعني حركه الى الامام. انتيرير ترانزليشن او سحب الى الامام، راح استخدم مصطلح بروتروجن معناه طالع الى الامام او سحف الى الامام. في حين اذا رجع لي جوا هالشكل مثل هذا، هذا طلعته ورجعته سموه ريتروجن. اوكي، بروتروجن وريتروجن. سيركمديشن شباب، سيركمديشن معناه مجموعه من الحركات صارت في حركه واحده، مثل ما هذا مثل ما هذا مرسوم يحركها حركه مجموعه من الحركات يصيرن بهالشكل. شوف شلون الساري جاء اسوي سيركمديشن. هم ما تستخدمت فلكشن، وهم ما تستخدمت اكستنشن، وهم ما تستخدمت ابدكشن، وهم ما تستخدمت ادكشن. مصطلح اخر اللي هو السوبينيشن وبرونيشن، اللي هو خاصات وين؟ بيا جوينت، خاصات بالفور ارم، خاصات بجوينت يسموه راديو النا جوينت او راديو النا جوينت، اللي هو هذا. عندنا تو جوينت هنا اللي هو بين عظم الالنا وعظم الراديال، اكو جوينتات هنا سمينها راديو النا. فاكو سوبيريال راديو النا، واكو انفيريال شنو؟ واكو انفيريال راديو النر. لان شباب من يتحركن يسوون حركه يسموها سوبينيشن وبرونيشن. اذا كانت الايد بهالطريقه واجيت اني شوف شوف هذا الجوينت راح يتحرك، اجيت سويته بهالطريقه، سويت سوبينيشن، رجعته سويت برونيشن. واضح شباب؟ شلون اتذكر كلمه سوبينيشن؟ اتذكر السوب، السوب يعني الشوربه، الشوربه من تطوها تطوها بهاي الايد، فتذكروا الايد من تصير بهالاتجاه هاي سوبينيشن، من اعكسها شنو؟ برونيشن. واضح؟ هي بهالطريقه. بعد ما ننسى، مستحيل بعد ما واحد يربط السوبينيشن والبرونيشن بالسوب وهاي الطاسه مالت السوب، مستحيل واحد راح ينساها، وانا متاكد ما حد راح ينساها ان شاء الله. واضح شباب؟ البرونيشن هذا. تذكرون قلنا اكو عظمتين، اكو عظمه اللي هي شنو؟ اللي هي هاي عظمه اللي شنو؟ اللي صايره من جهه الميديال سايد، عاده بالاناتوميكال بوزيشن نسميها النا، واللي صايره من الراديال، اللي صايره من اللاترال سايد نسميها هاي العضله نسميها راديال. وقلنا اكو النا سايد واكو راديال سايد، فتبعا لذلك اكو حركه باتجاه الالنا اللي هي هاي يسموها النا ديفيشن، ريديوس ذا انجل بتوين ذا هاند، هاي الهاند وهاي الالنا يسموها النا ديفيشن. شوف نقلل الزاويه، بما انه قللنا الزاويه نقدر شو نقول؟ النا فليكشن. او نقلل المسافه بين الثمب هذا او الهاند والعظمه الريديوس، نقللها يسموها ريديال فليكشن او ريديال ديفيشن. واضح شباب؟ شوف استخدمنا كلمة ألنا سايد وريديال سايد بالحركة، سوينا ألنا ديفيشن وريديال ديفيشن أو ريديال فليكشن وألنا فليكشن. عندنا كلمة أوبوزيشن سهلة. أوبوزيشن شنو معناها؟ معنى هذا الإصبع الكبير يجي وين؟ يجي يكمش الأصابع الصغار، هاي الحركة هاي يسموها أوبوزيشن. أرجع الإصبع الكبير، هاي أوبوزيشن، أرجع الإصبع الكبير إلى وضعه يسميها ريبوزيشن. شوف ريستنج بوزيشن، من هاي الحركه رجوع، حركه رجوع الاصبع الكبير الى وضعه الطبيعي يسموها ريبوزيشن. عندنا بعد مصطلح شنو؟ بلانتر فليكشن ودورزال فليكشن. شباب الفوت، بالنسبه للفوت من نقول فليكشن اكستنشن، بعض الاحيان يقولون فليكشن اكستنشن، لكن المصطلح الشائع جدا هو يستخدمون مصطلح دورزال فليكشن وبلانتر فليكشن.
إذا صارت حركة الفوت باتجاه الدورزام، وتذكرون شنو الدورزام، بهذا الاتجاه باتجاه الدورزام سميناها دورزال فليكشن أو دورزال فليكشن. إذا صارت الحركة باتجاه البلانتر سميناها شنو؟ سميناها بلانتر فليكشن. واضح شباب؟ فعندنا دورزال فليكشن وبلانتر فليكشن. هذا المصطلح الشائع وين؟ المصطلح الشائع بحركة الأنكل جوينت. وين هذا الأنكل جوينت؟ بالفوت. اما كلمه انفيرجن وايفيرجن، اذا تحركت هاي الرجل هاي بوضعها الطبيعي بالاناتوميكال بوزيشن، اذا تحركت الرجل شباب بهذا الاتجاه بحيث صارت السول او البلانتر الى الداخل سميناها ان داخل، سميناها انفيرجن. اذا طلعت الى الخارج هسه هاي انفيرجن، معناها البلانتر او هذا او السول صار ميديالي او الى الداخل سميناها انفيرجن. اذا طلعت الى الخارج، سميناها بلانتر، سميناها ايفيرجن. هسه ما موجوده الصوره، سميناها ايفيرجن. واضح شباب؟ انفيرجن وايفيرجن. نجي ملخص المن، ملخص لما اخذناه من الموفمنت شباب. اول حركه اخذناها هي الفلكشن اكستنشن، ديكريز ذا جوينت انجل وانكريز لاترال فليكشن، ابدكشن نقرب المسافه ونبعدها، انترنال روتيشن اكسترنال روتيشن، و شنو بعد؟ روتيشن اوف ذا هيد اند ترانك الى اليسار الى اليمين، بعد ديبريشن واليفيشن هاي حتى ما تنسوها، بعد شخدنا بروتروجين وريتروجين الى الامام والى الخلف، بعد اخذنا بعد شنو سيركمديشن اللي هي هاي حركه جميع استخدمنا مجموعه من الحركات، وسوبينيشن برونيشن، سوبينيشن برونيشن، وديفيشن النا ديفيشن وراديال ديفيشن حتى ما تنسون. اوكي شباب صارت سهله. والاوبوزيشن ريبوزيشن وبلانتر ريفلكشن دورزال ريفلكشن حسب قلنا اذا متحركه باتجاه الدورزال او البلانتر، وانفيرجن ايفيرجن اذا داخل انفيرجن اذا خارج ايفيرجن. واضح شباب؟ صارت الحركه سهله. واخيرا افتهمنا الاوبجكتيف الثالث وخلصنا، والان ننتقل الى الاوبجكتيف الرابع او المحور الرابع. يلا شباب